اهلا بكم يا جماعه في سلسله التعليمات اللي بتقدمها مدونه انا عربي. النهارده ان شاء الله هيكون الدرس ال13 في الفوتوشوب. هناخد فيه فلتر حلو قوي اسمه ليكوفاي، هناخد حاجه اسمها وورب، في موقع بيديلك صور ملهاش كوبي رايتس، كوبي رايتس اللي هي حقوق حفظ، لان انت ما ينفعش تخش على النت وتاخد اي صوره لو انت هتعمل اعلان يعني او كده. ففي مواقع بتبيع صور بيبقى انت صاحب حقوق الحفظ بتاعتها، ما تقدرش تبيعها تاني طبعا، زي ستوك فوتو ومش عارف ايه. في موقع انا كنت لقيته على النت هحطه برضو في الدرس ده على المدونة، sxc.hu، ده اسم الموقع. بتخش تعمل ريجستريشن عادي، بعد ما تشترك بيفتح لك تقدر تعمل سيرش الناحية دي هنا كده. هنكتب مثلا مون قمر، هتلاقيه جايب لك في الاشكال بتاعتك اللي فوق دول بيبقى من اي ستوك فوتو يعني بفلوس، لو دوس عليهم هيفتح لك الحاجات بفلوس. هنا دول ببلاش، لو قفلت على اي صورة هتلاقيه بيوريك الصورة بتاعتها بنقاء عالي. توفيرا للوقت انا دورت على الصور اللي احنا هنحتاجها النهاردة. هناخد الصورة زي الصورة دي، احنا قلنا لما اجي اخد صورة لو عايز اسيبها على الجهاز كليك يمين وسيف ايمج، يا اما كليك يمين وكوبي ايمج، وباجي على الفوتوشوب بتاعي بعمل كنترول وان او فايل ونيو، هلاقي هو حاطط لي المقاسات بتاعت الصورة الجديدة اللي انا هحطها، بدوس انتر، ويا اما من اديت وبعمل بيست، يا اما كنترول وفي، هلاقي نزل لي الصورة بتاعتي زي ما هي. طيب الليكوفاي ده اجيبه منين؟ مدام فلتر، الفلتر اللي في القوائم اللي فوق ده ليكوفاي هنلاقي 1 2 3 4 5 1. يا اما لو دوست شيفت كنترول اكس هتلاقي طلع لك الصورة هي زي ما قدامي. اقدر اوفر مساحة في ان انا اختار بس الجزء اللي انا عايزه بالسيلكت تول على الشمال دي، وكنترول وشيفت واكس زي ما كاتب هيجيب لي الليكوفاي بتاعي، جاب لي الصورة بتاعتي انا بس. هلاقيه مقسم لي الويندو اللي طلعت لي دي لاجزاء يمين تولز كده وعلى الشمال. اول حاجة على اليمين هلاقي البراش سايز، حجم الفرشة، طبعا احنا شايفين حجم الفرشة وانا واقف كده، اقدر اصغر فيها، اقدر اصغر فيها كده، او وانس ان انا اخترتها اقدر ادوس على السهم تحت ده واصغر فيها كده زي ما احنا شايفين كده. اللي بعديها هنلاقي براش دينستي، دي تقدر تقول زي الهاردنس بتاعت البراش العادية، يعني سوفتنس قد ايه وهاردنس قد ايه. البراش بريشر ده الضغط بتاع الفرشة. هناخد طبعا كل ده بيعمل ايه في الادوات اللي على الجنب دي. شو باك دروب ده لو انا عندي خلفية، يعني انا مثلا هنقول عشان اوضحها هاخد انا مثلا اي لون وهكبر الفرشة، كليك يمين في اي جزء من الفرشة، وانا مستخدم فرشة تقدر تتحكم في حجمها وكده، وهشخبط كده وخلاص في اللير اللي تحتيها. لو انا جيت بقى بعد كده جبت الليكوفاي بتاعي هنعمل هنا شو باك دروب، هنا بقول له يوز اول لير، هو قايل له هنا في المود بيهايند، لو انا قلت له ان فرونت هلاقيه جاب لي الصوره بتاعتي. الاوبيستي طبعا الشفافيه، لو انا قللتها هبدا اشوف الخلفيه بتاعتي، اقدر اقول له بلند خلي الاثنين مع بعض. هنا انا عايز ايه اللي يظهر، الباك جراوند بس ولا اللير بتاعي؟ هنخليها ان فرونت ونشيل الباك دروب. هنا ظهرت لي هي اللي موجوده، انا معلم عليها مش معلم على اللير بتاعي. نرجع تاني اللير، هناخد بقى الادوات هنا واحده واحده. هنلاقي اول واحده صباع كده، الصباع ده لو وقفت عليها الاقي فورورد وورب تول، فورورد ده لو انا مشيت بيه كده هلاقيه بيزق لي الصورة زي ما احنا ما شايفين كده. لو احنا قللنا البريشر بتاعنا هاجي هتحرك هلاقي بيتحرك ابطأ، لو انا زودتها هلاقي حركة بسيطة جدا هتضيع لي الصورة خالص. البراش سايز طبعا قلناها، الهاردنس طبعا احنا قلنا السوفتنس والهاردنس بتاعت الفرشة. بوظت صورة خالص مثلا زي ما انا شايف كده وعايز اعدلها، اقدر ادوس على ريستور اول هيرجعها لي زي ما كانت، او لو انا شغال كده
برضو اللي تحتيها الفرشة دي، لو انا جيت اعمل كده وامشي على الاجزاء بتاعتي هلاقيه بيرجعها لي، بحيث ان انا لو انا مثلا تمام مثلا كبرت مثلا مناخيرها كده وجيت في جزء رحت مبوظه كده، اقدر ارجعه بالجزء ده كده بالفرشة دي من غير ما اعمل ريستور اول. عندي بعديها لو انا وقفت على التالتة الاقي تويرل كلوك وايز، لو انا وقفت كده وعملت في الجزء ده كده، لو انا عملت كده ومشيت هلاقي المنقار بيتحرك مع عقارب الساعة. طيب دلوقتي انا عايز احرك العكس، اجيبها منين؟ لو انا دوست على الت ودوست عليها هلاقي بيحركولي مع عكس عقارب الساعة، يعني هي كده كلوك وايز مع عقارب الساعة كده مع الت، لو انا دوست على زرار الت هلاقي ان انا بتحكم عكس عقارب الساعة. هاجي بعديها هلاقي الأداة دي بتصغر حتى من شكلها، اللي بعديها هلاقيها بتكبر، أقدر أكبر مثلا الشكل ده كده لو أنا هكبر العين، بتفضل دايس وواقف ما بتعملش أي حاجة غير إن أنت بتفضل دايس وبتوصل للمرحلة اللي أنت عايزها وبتسيب. هنحاول لو عايزين نكبر العين التانية هنصغر حجم الفرشة شوية ونقف على العين، ممكن تلاقيها باظت شوية عادي كنترول وزد هتلاقيها اندو. لو انا دوست على حاجات كتير ولقيتها ان انا كنت عايز اقلل شوية، لو انا جيت هنا هلاقي ريكونستراكت، لو انا دوست عليها هلاقي قلل لي شوية اللي انا عملته، لو انا كنترول وزد هرجع تاني زي ما انا ما كنت. هلاقي عندي تحت هنا اللي احنا اخترناها دي، لو انا وقفت هنا هلاقي بوش ليفت، بوش ليفت دي يعني لو انا وقفت عليها ومشيت شمال هلاقيها بينزلها لي تحت، مشيت يمين هلاقي بيطلعها لي تاني، طلعت فوق هلاقي بيدخلها لي شمال، نزلت تحت هلاقي بيدخلها لي يمين. عندي بقى بعد كده هنا في ميرور، ميرور دي لو انا يعني من اسمها حتى لو انا عايز اعمل مراية اخد الجزء ده كده برضو تقدر تلعب بيها زي ما انت ما عايز. هلاقي تربلنس دي هلاقي بيعمل لي حاجات عشوائية، بمعنى انها لو مشيت كده هلاقي عمل لي حاجات غريبة كده. لو جيت هنا بقى هلاقي حاجة اسمها فريز ماسك، فريز ماسك ده حلو جدا لو انت شغال على صورة زي دي وعايز مثلا اعدل في المنقار بس مش عايز اطلع على الجزء اللي هنا ده، هقدر اعمل نفس شغل الماسك يا جماعة، همشي كده هاجي هنا هحدد المنقار بس عادي مش مهم اللي بره، انا بس بعمل حدود حواليه هو بس، باجي هنا اخترت حتة وطلعت غلط اقدر اقف هنا على اللي تحتيها الاسيكة واقدر امسح زي ما انا عايز. نان هنا على اليمين هي حتى ماسك اوبشن، لو انا دوست نان هلاقيه مسحها لي كلها، ماسك اول اعمل لي كله ماسك، انفرت اول اعكسها لي اللي انا عامله ماسك هو اللي يبقى مش ماسك، عايز ارجع طبعا بدوس عليه تاني. الايد طبعا لو عايز اطلع وانزل، العدسة لو انا عايز اكبر حاجة، لو عايز اصغر كنترول وماينس، او لو انا دوست على العدسه دي كده لو انا دوست على الت هقدر انقص. عملت الماسك تمام وجيت هنا عشان نعمل بس الحته دي، هاجي على الصباع ده مثلا هعمل كده، واخدين بالكم انا مهما شد من تحت مفيش حاجه بتتحرك غير اللي جوه الماسك بس، دي طبعا لو الخلفية سادة بتفرق جدا وبتبقى حلوة جدا، بس هنا عشان الريش اللي هو عندها ده بيزحف معانا. بعد ما بخلص اللي انا عايزه هعمل نان، طبعا شايفين الشكل بتاعنا. لو انا عملت تغييرات وعايز اسيفها بدوس سيف مش، لان انا لو رجعت له تاني لو انا دوست كانسل ورجعت له تاني مش هينفع، حتى بيسيفه لي دوت ام اس اتش، لو دوست سيف هيسيفها لي. بعد كده لو عايز اعمل لود بدوس على لود وبجيبها تاني. بعد ما بخلص الشغل اللي انا عايزه بقول له اوكي بيرجعها لي زي ما احنا شايفين. يبقى احنا هنا كانت الصورة كده قدرنا نخليها كده، طبعا ده استخدام بسيط بس انا كنت اوريكم احنا بنعمل ايه، وفي الجزء التاني هوريكم احنا ممكن نعمل ايه بنفس الفلتر حاجة احسن من ده.